ظهرت فتوى لمحمد حسان يدعو السلفيين لمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضا هناك مادة صوتية لأبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري، سئل هل يجوز للمواطنين أن ينتخبوا من يرون فيه الصلاح والخير، فأجاب نعم، وفي محتوى الإجابة أنه إذا وجد من يظن فيه الصلاح والخير فلا بأس أن يعينوه وأن ينتخبوه، معللا بذلك أن هذه صارت طريقة مفروضة ليست باختيارنا، وعلل ذلك أن اختيار الأصلح من باب تقليل الشر وتكثير الخير، فما قولكم بارك الله فيكم في هذه الفتوى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له يوزع مال النبي صلى الله عليه وسلم على ورثته، قال: إني أخشى إن غيرت شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نازيق. وقال محمد بن سيرين حين سئل رحمه الله عن رجل يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه من شيء، قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وما الفتنة في أميال أزيدها؟ قال: يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأوزاعي رحمه الله يقول: عليك بآثار السلف وإن كرهك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين: إن الله